السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وصقوا ماء حميما حميما فقطع امعاءهم شطر لشير مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت ميتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أكسلش مثل الذين هملوا هم التوراة ثم لم يحملوها كمثل كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بشتى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرمات اشتدت به الريح به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد <سسؤال> سدر <تضح> اطهر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل كمثل حبه انبت سبع سنابل في كل سنبله مئه هبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم دوير دوشتو اكشتني مثل الفريقين كالعامى والاصم والبصير والسمع والبصير والسمير هل يستويان مثلا افلا تذكرون أكر سبي <applause> 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 مثل أَبِي قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد صلي شير اكتر مثل ما ينفقون في الحياة الدنيا كمثل ريه كمثل فيها صر أصابت حرثا حرز قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن ولكن أنفسهم يظلمون إن شطر, شطر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في لا يبصرون دير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهما رهما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطوه فآثره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يوزب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أرسل لي شيء مدهم <أنت ريش> <أه> مدهامتان وانسى النور مذمذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا صار اكسو تتلش مرج البحرين يلتقيان

وما هي من الظالمين ببعيد. أكررة الرشيد. <applause> مصومة عند ربك للمسرفين. أكرر صوتي. مطاع ثم أمين. أكاشيد اكر. ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تترشر أكشتي. ملك الناس أكشوس الدردوي. مالك يوم الدين. أكرتن. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا اكثر البصيص من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا نفسا بغير نفس او فساد في الارض في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ذلك في الأرض لمسرفون فصير من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء بشر أكشو من الجنة والناس أكشو صدر صايم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل هزب بما لديهم فرهون ترش من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع واطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. صار يرسل من الله ذي المعارج سُطُّرِ الدين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من اهتدى فانما يهتدي لنفسي ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شاترور من أي شيء خلق أشيد من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون سورة من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فتع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها

من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين صلي شير من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون سبب شير من دون الله بهدوهم إلى صراط الجحيم شايتيري شير ليش من دون الله بكيدوني جميعا ثم لا تُمَ أجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. دوير دوير شطو. الليش. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. شط النور أجر. من شر الوسواس الخناس اكشو صدور سايد من شر ما خلق اكشو ترور دوي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ سولي شر سولي شر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ويتلشرفون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه

من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن ارسال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين دير من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها فيها وهم فيها لا يبخصون. أجر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يوصلا مذموما يوصلا مدهورا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يمور اثنان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله صواب ثواب الدنيا والآخرة

"من كان يريد عرض الاخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد عرض الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب." بلشت من كان يظن أن لن ينصره الله بالدنيا والآخرة والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ثم ليقطف هل يذهبن كيده ما يغيظ بيسير بونرو من كفر بالله من بعد ايمانه الا من من اكره وقلبه مطمئن بالايمان و ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شلور اكشن صايم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. من نطفة اذا ثمنا تبقى نور من نطفة خلقه فقدره درة من ورائه جهنم ويسقى ويسقى من ماء صديد صدر شلو من ورائهم جهنم {وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ويتقال لي شِيْئًا، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ويحل عليه عذاب مقيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتَاً أَتَيْرِ مَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

ومنها نخرجكم تارة أخرى بشير بنصنو منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين اك تريش أكترش مهتغين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير سوى النور ان مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طَرْفُهُمْ وافئدتهم هواء سجرتي تاليس قران ما ছাবিশটি আয়াতের শুরুতে নুন আছে শুরু হয়েছে তার পাঁচশো উনপঞ্চাশ থেকে তিন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ মোট আয়াতের মধ্যে أشاتيل أك. نار الله الموقدة. أكسو صار صاي. نار حامية. أكسو أكل إيجار. نازية كابة خاطئة. سيانوبول شلو. نبئي عبادي أن أنا الغفور الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون وفرعون بالحق لقوم يؤمنون آية نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن إن تتبعون إلا رجلا مسغورا شاطر نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنزلهم طريقا

نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون

وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا سيطر عفايش. نحن قندرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين سبن نرشايد نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين بررت نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل تنر نزلا من غفور رحيم أكسل شير بطريش نصارغ لهم بالخيرات بل لا يشعرون تيشي سبن نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

থুমতু তর হুম ইলা বিন কলি একত্রিশের চব্বিশ উরআন মাজিতে সাতাশিটি আয়াতের শুরুতে হা অর্থাৎ হায় হাওয়া জড়াইয়েছে অর্থাৎ সাতাশিটি আয়াত শুরু হয়েছে হায় হাওয়াজ দিয়ে করম

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم أم, أم من يكون عليهم وكيلا سارير أكشد ناي ها أنتم هؤلاء هاتتم في مار فيما لكم به غلم فلم تهاجون فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تنرس شتيب هدى وبشرى للمؤمنين ستائي شير دوي هدى وذكرى لأولي الألباب صلي شير سوانو هدى وذكرى هدى ورحمة للمحسنين اكتر شيرتين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ورحمة لقوم يوقنون هذا بلاغ للناس ولينذروا ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد واحد وليذكر أولو الألباب سجر بوين هذا بيان للناس و وهدى وموعظة للمتقين. تنير أكثر هذا خلق الله باروني ماذا خلق ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين اكتر شيء اقرؤ

هذا عطاؤنا بمن أو أو أمسك بغير حساب أرتي شير هذا فوز مقتهم معكم لا مرهبا بهم إنهم صلوا النار أرتي شير

هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وانسى هذا ما توعدون ليوم الحساب أرتريش دبانو هذا نذير من النذر الأولى دبانو سبانو هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ سب النور. سب النور. هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِزِّ أَلِيمٍ

هذان نصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الحميم بشر انيس هذه النار التي كنتم بها تكذبون بو النور سجد هذه جهنم التي كنتم توعدون ستر شير هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فانسى النور تتلش هارون اخي بشير تلش هل أتاك هديث الغاشية أشتشر أك هل أتاك هديث ضيب إبراهيم المكرمين أك نور سبيل هل أتاك هديث موسى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم لم يكن شيئا مذكورا سيطر أك هل أنبئكم على من تنزل الشياطين سبب سيدوش أكوش هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون درسي صدريش هل أنبئكم على من تنزل الشياطين سبشة دوشة إكل. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تراشير ستريش هل جزاء الإنسان إلا الإنسان بنسان هل في ذلك قسم لذي هزر هنا نبوئ هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته بغته وهم لا يشعرون تتلسير سيشتني هَل يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أو, أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون شلون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم ذُلَلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور دير دي دار هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نصوه من قبل من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم (لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتَصِيبَكُمْ منهم, مِنْهُمْ عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أرسل لي شير بصير. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله عند رسول الله حتى لا ينفضون ولله خزائن السماوات والارض و... ولكن المنافقين لا يفقهون هم درجات عند الله

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تترشى اجره. هنالك الولاية لله الحق هو خير صوابا وخير عقبا. اجر سؤال لي. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل وضل عنهم ما كانوا يفترون دوشر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء تنير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حط النور النورتين. هو الحي لا إله إلا هو بأضر. إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صلي شرطي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم أنهم مانعتهم وصولهم من الله باتاهم فَأَتَاهُمُ الله من حيث لم يهتسبوا لم يهتسبوا وقلب في قلوبهم الرعب يخربون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نوير تتريش هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ارسل لي شيء ارتايش هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق

قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ارسل لي شيخ سار هو الذي أنزل عليك الكتاب منه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون زيغ فيتبعون ما تجابها منه ابتغاء منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون والراسخون في الغلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه منه شراب ومنه شجر وفي ومنه شجر فيه تسيمون. في الأردن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بشر تيردوي. هو الذي جعل الشمس دماء والقمر نورا. نورا وقدره من نازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصر الآيات لقوم يعلمون دشر باس هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا همشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. شاتشاتير بونيرو هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ست ست هُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا شير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام <سؤال> أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما, وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير سار هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.